السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بإذن الله في الفيديو ده معانا منصة. المنصة دي يا جماعة كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنسجل في المنصة دي، والمنصة دي نروج لها. كل صديق هيسجل من خلالنا في المنصة دي هناخد بونص من خلاله اللي هو 200,000 لاتوشي من عملة الإيثيريوم. هل البونص ده مجاني؟ اه، نقدر نسحبه بدون أي مشاكل. هل يا عم كريم البونص ده نقدر نستفاد منه ان احنا في اكتر من موبايل في البيت، نسجل من كذا موبايل ونسحب؟ اه، تقدر تستفاد منه وتعمل الحركة دي بدون اي مشاكل، تسجل من الحالة بتاعتك، من موبايل والدك، من موبايل اخوك، اختك، الكلام من ده. آه، كمان تقدر تروج في الجروبات. كمان الحد الادنى للسحب بسيط جدا، كمان ما بيطلبش تفعيل وثائق في المنصة دي، وده السؤال الاهم للناس اللي هتسأله لي، هل بيطلب تفعيل وثائق؟ لا، ما بيطلبش تفعيل وثائق. قبل البداية بقى ما تنساش تصلي على النبي علشان نبدأ الفيديو بتاعنا عليه افضل الصلاة والسلام. حاجة كده، التسجيل في المنصة ازاي؟ كل على حضرتك زي ما انت شايف هنا، هو دي رابط المنصة. بعد كده هتروح تضغط على ساين اب هنا من فوق، بعد كده هتروح تملأ البيانات دي، الايميل ادريس بتاعك، كل باسورد وكود الاحالة بتاعي هتلاقيه هنا لو تكرمت بسيبه. بعد كده هتضغط على كلمة جريت اكونت، بعد كده الراجل هيجيب لك رسالة على الجيميل الخاص بحضرتك، تأكد الرسالة. هيجيب لك رسالة على الجيميل، تأكد الرسالة. بعد كده ركز معايا في الخطوة اللي جاية دي، هيجيب لك هنا احنا كده سجلنا حساب واكتفناه، ضغطنا على الرسالة اللي جت على الجيميل. تالت خطوة معانا هنضيف رقم الموبايل. طبعا هو هيجيب لك تالت خطوة على طول، انت حضرتك تضيف رقم الموبايل. اول ما تضيف رقم الموبايل ويجي لك رسالة تفعيل عليه، كده الف مبروك. هل مطلوب مني ان انا املى الكلام ده اللي هو الاي دي والكلام ده؟ لا، مش مطلوب منك خالص، الفون نمبر بس. تمام، بعد كده هتروح تضغط اكس هنا من فوق. تمام، بعد كده هتفتح لك المنصة بالوجهة اللي انت شايفها دي. بعد كده هنروح نضغط هنا على كلمة ريفرال اند ايرن من هنا. بعد كده زي ما انت شايف هنا مع حضرتك الراجل اللي انا بيدينا رابط الاحاله الخاص بينا اهوت. تمام، تاخد اي رابط احاله من دول. تمام، هنا الراجل كمان زي ما انت شايف هنا، الراجل هنا بيقول لنا انت هتحصل على 4 مليون لاتوش من عمله الايثيريوم لما يتسجل من خلالك اي شخص. لا، الكلام ده مش مظبوط، انت بتاخد بس 200,000 ساتوشي، دي كانت قديما لكن دلوقتي بتاخد 200,000 ساتوشي من عمله الايثيريوم. تمام، هتاخد رابط الاحاله بتاعك وتروح تروج له. زي ما قلت لك لو عندك في البيت بتاعك اكتر من موبايل تقدر تاخد رابط الاحاله بتاعك وتروح تسجل، لكن ما تسجلش من على نفس شبكة الواي فاي. تمام، علشان ما تقفلكش الحساب بتاعك. بعد كده احنا اهوت جبنا عم كريم واللي تسجل من خلالنا وربحنا، جبنا 5 6، جبنا اي عدد. ازاي نسحب عم كريم؟ هنروح نضغط على كلمة ولت من هنا. بعد ما رحنا ضغطنا على كلمة ولت هتبص تلاقي هنا اي شخص تسجل من خلالك، هتبص تلاقي المنصة عاملة لك هنا ديبوزيت ب 200,000 لاتوش من عملة الايثيريوم. تمام، هتبص تلاقي هنا المبلغ، اي شخص سجل من خلالك اي عدد. تمام، بعد كده هتروح تختار عملة اللايت كوين من هنا. بعد كده الراجل هنا بيقول لك اهوت، هنروح نضغط على كلمة ويزدرو. تمام، بعد كده الراجل هنا بيقول لك الحد الادنى للسحب هو 500,000 لاتوشي فقط من عملة الايثيريوم، يعني ثلاثة بس يسجلوا من خلالك. وهنا ثلاثة يسجلوا من خلالك هتاخد 600,000 لاتوشي، وهنا طبعا الفي بياخد 100,000 لاتوشي من عملة الايثيريوم، وده حد قليل جدا. هتضع هنا الادرس بتاع عملة اللايت كوين وهنا الاماونت، بعد كده تضغط على كلمة سبمنت، بعد كده بيوصل لك السحب على طول باذن الله. وبكده نكون انتهينا من الفيديو بتاع النهارده. طبعا المنصه دي انا مش بقول لك تداول عليها والكلام ده، لا لا، ما تداولش على المنصه، احنا فقط بنستخدمها بالطريقه المجانيه. زي ما قلت لك هتسجل وتفعل حسابك من الايميل وتكتف حسابك من رقم الموبايل وخلصنا على كده، وتروج بقى في الجروبات يا معلم. وبالمناسبه هسيب لك ان شاء الله باذن الله، لو افتكرت هسيب لك الفيديو ده مفتوح. تمام، ان حضرتك تقدر ترفع الفيديو ده على قناتك وتضع رابط الاحاله الخاص بيك. تمام، بحيث ان اليوتيوب او انا ما اسالكش مساله قانونيه بخصوص اليوتيوب وحقوق الملكيه. هسيب الفيديو للجميع يقدروا يحملوه على قناتهم واحط رابط الاحاله بتاعهم علشان يقدروا يجيبوا احالات. فنشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله.